يا اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما بنكون سعداء بوجودكم معانا ونتمنى ان انتم تكونوا سعداء بوجودنا معاكم. والنهارده هنتكلم عن احد القصص واحد الموضوعات اللي ممكن تهم كتير من اصدقائنا المستمعين من خلال الحكايات والمعلومات اللي بنحاول نقدمها لكم من خلال قناتكم حكايات ومعلومات. والحقيقة يمكن هناك بعض فصول التاريخ اللي بتتكلم عن أمور غاية في الأهمية وغاية في القوة، وده اللي احنا بنتمنى ان احنا نقدمه لكم وتستفيدوا بيه بقدر الإمكان. النهاردة احنا معانا فصل من فصول التاريخ اللي دارت سنة 1250 أو في هذا الإطار. واللي حصل ان هولاكو دخل بلاد المسلمين ودمر فيها قد ما دمر، ودخل على بلاد فارس خدها كلها، وبدأ من هنا نظام حكمه، ودخل بعد كده على العراق ودمر كل الكتب وكل ما كان يدل على وجود طفرة كبيرة جدا في الحضارة الإسلامية، والكتب والمعلومات والمخطوطات كلها تم تدميرها، ما نجاش منها غير مجموعة العلماء اللي احنا عارفينهم، الفارابي وجابر بن حيان وابن الهيثم والمجموعة دي اللي هي جت بعده في بعض الأحيان، ولكن كان في مجموعات كتيرة جدا موجودة في سنة 1250 وما كان قبلها بقليل وما بعدها بقليل، ودي الفترة اللي حكم فيها هولاكو واللي دمر فيها كل الحضارة الإسلامية. والحقيقة هو أخذ كل هذه الكتب وكل شيء ودمره تدمير كامل عن بكرة أبيه، وما بقاش في أي حاجة تدل على الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت. وطبعا دار في الوقت ده برضو الحكاية بتاعت وإسلماء اللي كتبها الكاتب الكبير علي أحمد بكثير، واللي اتكلم عن هذه الفترة من خلال محمود وجهاد وسلامة وكل اللي كانوا موجودين في الفترة دي. ولكن احنا هنسيبكم مع القصة واللي حصل ومين هو هولاكو واتولد فين ووصل لفين، وده من خلال حلقتنا النهاردة. نتمنى ان انتوا تستمتعوا معانا باللي هنقدمه لكم، وان شاء الله نلتقي بعد هذه الحلقة. اهلا بكم مرة تانية. دايما بنسمع عن اسماء في التاريخ يمكن نعرف عنها بعض الاشياء وممكن ما نعرفش عنها حاجة خالص، ولكن هي مجرد اسماء بنسمعها. وهنتكلم النهاردة عن هولاكو. هولاكو أو قان زي ما بيقولوا هو أحد أحفاد جنكيز خان وأحد أكبر قادة المغول، وهو اللي اكتسح بلاد فارس والعراق ودمر مدينة بغداد اللي كانت في الوقت ده مركز سياسي وثقافي وتجاري ومركز عالمي بمعنى الكلمة، وقتل كل أهلها من المسلمين تقريبا، واللي مقدرش يهرب اتقتل، ودمر رموز الحضارة الرائعة اللي أنجزها العرب أيام الخلافة العباسية اللي امتدت أكتر من 500 سنة، اللي كانت درة الحضارة في الوقت ده. وطبعا كتير جدا من الأسرار راحت مع هذه المخطوطات والكتب، وللأسف راحت وهي مختلطة بدماء المسلمين اللي كان بيبلغ عددهم في الوقت ده في المدينة وحدها أكتر من مليون إنسان. أما هولاكو بقى فاتولد سنة 1217، وأبدى جسارة فائقة، وأخوه من هذا المنطلق بعتوا لإخماد الثورة اللي اندلعت في بلاد فارس، وأخوه كان اسمه منجكة وهو كان حاكم المغول، وبعتوا هناك علشان يسيطر بإيد من حديد على أراضي المسلمين ويقضي عليهم. وانتصارات هولاكو هي اللي شجعته على إن هو يقدر يتوغل في بلاد فارس، وده بعد انتصاراته في آسيا الصغرى وسقوط ماردين على الحدود السورية سنة 1259، وده ساعده على التقدم نحو مدينة حلب مدعوما بحلفائه من الحكام الصليبيين الموجودين في الوقت ده في هذا المكان. حصرت المدينة حصار قاسي جدا، لكنها أبدت مقاومة عنيفة لغاية ما سقطت بعد مجزرة رهيبة سنة 1260، وبلغ عدد الأسرى من نسائها وأطفالها 100,000، اتباع معظمهم في أسواق الرقيق في المدن اللي كانت تحت النفوذ الصليبي في الشام وأرمينيا اللي هي تركيا النهاردة. ويخلي بالكم برضو ان في الوقت ده كانت قصة وإسلماء بتتكلم على هذه الفترة، طبعا قصة وإسلماء اللي كتبها الكاتب الكبير علي أحمد بكثير، واللي كانت بتتكلم عن محمود وجهاد والشيخ سلامة اللي كانوا موجودين في الفترة دي وهم اللي كانوا بيحكموا، لكن جار عليهم الزمن. نرجع مرجوعنا مرة تانية. وسقوط حلب
فزع أهالي باقي المدن الشامية وحكامها العرب، فاستسلم حاكم حمص طبعا زي ما درسنا في التاريخ، وهرب حاكم دمشق سنة 1260 وأهين فيها المسلمين إهانة بالغة، لكن القوات المسلمة استردت غزة بعد سقوطها في إيد المغول. وشكل سقوط بغداد وإحراقها بالكامل على إيد هولاكو في فبراير 1258 تحول في التاريخ، وانتهت الخلافة الإسلامية العباسية بمقتل الخليفة في المشرق العربي وإن ظلت في الأندلس، لكن قوات هولاكو بقيادة كتبغة منيت بأول هزيمة شنيعة للمغول منذ أيام جنكيز خان، حتى واجهت قوات المماليك بقيادة بيبرس أيام السلطان قطز، وخسر المغول معظم الأراضي اللي احتلوها، واضطر هولاكو للانسحاب للشمال، فوصل أذربيجان في أسيا الوسطى واعتنق الإسلام وأسس سلالته المعروفة باسم سلالة آل قانات أو الخانات. يعني هولاكو في النهاية أسلم بعد ما موت كتير جدا من المسلمين وأصدر نقود معدنية باسمه. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية علشان نكمل الحكاية. أهلا بكم مرة تانية. بعد ما أسلم هولاكو وبدأ يؤسس السلالة المعروفة باسم سلالة القنات أو الخانات، والخانات هنا رجع لكلمة خان أو خاقان زي ما كانوا بيقولوا الخاقان الأعظم، ابتدى يصدر نقود معدنية باسمه، وهي معروفة بأنها من أروع النقود في التراث الإسلامي، وكتب عليها لا إله إلا الله لا شريك له محمد رسول الله. ضرب هذا الدرهم المباركية قاءان الأعظم هولاكو أبل خان المعظم حريز، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وشملت إمبراطورية القناة اللي كان بيحكمها هولاكو من أذربيجان إلى كل بلاد فارس حتى مات سنة 1256، لكن سلالته ظلت تحكمها من بعده حتى سنة 1335، وبعد كده اتقسمت لخمس ممالك. هو ده اللي حصل زي ما الكتاب بيقول. أشوفكم المرة الجاية وقصة وحكاية جديدة على قناتكم حكايات ومعلومات. سمعنا سويا وشفنا حلقتنا النهاردة، ونتمنى ان احنا دايما نقدم لكم معلومة مفيدة في كل حلقة نقدمها لكم، سواء كانت معلومة او حكاية او يعني اي شيء يتعلق بالمعلومات العامة واحترام الذات واحترام العقل الانساني. انا بشكركم شكر جزيل، وبتمنى دايما ان انتوا تلتقونا عبر هذه القناة، قناة حكايات ومعلومات. شكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله نلتقي دايما على خير، والى ان نلتقي المرة القادمة باذن الله. لكم من خالص تحية، والى اللقاء.